نقوم بحملة نظافة واسعة خاصة في يوم العيد، نسخر كل الإمكانيات المادية والبشرية لنقوم بجمع كامل مخلفات الأضاحي العيد. أما بما يخص جلود الأضاحي، لقد سخرت مؤسسة ناتكوم عدة شاحنات لجمع هذه الجلود وإعادة بعثها إلى الأماكن المخصص لها. نفاية تضاعف خاصة في أيام العيد، اليوم الأول اليوم الثاني. بالنسبة لجلود الأضاحي، احنا كنا قمنا بعملية توعية وتحسيس على مستوى الأحياء في الأماكن العامة، قلنا للناس باللي مؤسسة ناتكوم خصصت أماكن لرمي ولا لوضع الجلود. هذه الأماكن هي حاويات كبيرة الحجم، يمكنهم وضع الجلود في هذه الحاويات. اللي يحب يعرف الأماكن يقدر يدخل عندنا الصفحة الرسمية للمؤسسة أو